الزمالك بيفقد نقطتين قدام بيراميدز في سباق الدوري، في تاني مباراه في الدوري، في مباراه باتشيكو بدأها غلط وأدارها غلط، حتى في تغييراته كانت غريبه جدا وأداء الزمالك كان غريب جدا سواء الشوط الأول أو الشوط التاني. على عكس الناحية التانية بيراميدز أروى بارينا عامل شغل معاهم وعرف يلاعب الزمالك صح. هنتكلم في كل حاجة في حلقة النهارده، بس طالما الحلقة دي وصلتك انزل اعمل لايك عشان توصل أكبر عدد من الناس، وأول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطيني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بدا في حراسة المرمى بابو جبل، قدامه الوينج محمود علي، على اليمين حازم امام، على الشمال فتوح، اتنين في نص الملعب طارق حامد وساسي، وقدامهم بن شرقي على الشمال، احداد على اليمين، زيزو قدام بيلعب بمصطفى. ماشي، تبدا التشكيله هي مش سيئه، يعني الأسوأ فيها في التشكيله او السيء في التشكيله هو حميد احداد شفناه قدام المقاولين العرب ما قداش بالاداء المطلوب، ما عملش الشكل اللي احنا منتظرينه منه. واحد يجي يقول لي طب يا معلم حميد احداد ممكن باتشيكو يكون بيبدا بيه او بيلعب بيه بسبب انه بيعمل شغل دفاعي او بيعمل الدور الدفاعي بتاعه كويس. طب ماشي يا معلم، هو بيعمل الدور الدفاعي بتاعه كويس، لكن في ناحيه هجوميه انت كده بتلعب ناقص لاعب. انت ناحيه دفاعيه بتقفل كويس، حد بيرجع يقفل مع فتوح كويس، لكن في ناحيه هجوميه انت كده بتلعب ناقص لاعب. فانت ايه فايده فتوح، ايه فايده احداد دفاعيا؟ يعني ممكن اي حد يقفل مع فتوح، لكن احداد بتحتاجه حته هجوميه. شفناها في كذا لقطه في مباراه النهارده ان احداد الكره بتجيله المفروض يروح يخلص قدام الجون بيضيع باصات غريبه، اللاعب مش بره خالص، اوت فورم تماما، لاعب مش تحسه مش منسجم معروف. يا ريت حد يقول لباتشيكو، يا ريت حد يوصل رساله لباتشيكو ان حميد احداد مش وينج. حميد احداد ما تلعبوش وينج، يا اما تلعب مهاجم صريح او تلعبه تحت المهاجم يبقى لاعب فولس ناين. غير كده ما تلعبش احداد، غير كده ما تلعبش حميد احداد. حاجه ثانيه برضو اللي لفت انتباهي في الشوط الاول ان الزمالك كان ماسك الكوره، كان مستحوذ، كان بينقل كتير في ارض الملعب، ولكن اروى بارينا قدر يلعب بخطه باتشيكو. باتشيكو لما بيلعب مباريات كبيره او بيلعب قدام فريق كبير، شفناه قدام مثلا الرجاء سواء في المغرب او في مصر، وشفناه في كذا مباراه في الدوري، ان باتشيكو لما بيتقدم او بيكسب او بيبقى متقدم في المباراه بتلاقيه رجع تماما، قفل المساحات، قفل زاويه التمرير على الخصم، وابتدى يخلي الخصم يمرر تمريرات غير مفيده واستحواذ سلبي بكل المقاييس. النهارده اروى بارينا عمل نفس اللي عمله باتشيكو قدام الرجاء مثلا، ان هو النهارده نزل انا مش ههاجم الزمالك، مش هفتح خطوطي بسبب السرعات اللي عنده، لا انا هرجع لورا، انا هقفل ملعبي، انا هعمل دفاع كومباكت، انا هضيق المساحات، هقفل زوايا التمرير على لعيبه الزمالك. ومن هنا الزمالك قدر ان هو قدر بيراميدز يكتف الزمالك ازاي؟ هقول لك يكتف الزمالك ازاي. اول حاجه طارق حامد وفرجاني ساسي الاثنين ما كانوش عاملين، مش لاقيين زاويه تمرير، دي اول حاجه. تاني حاجه بن شرقي لما كان بينزل نص الملعب عشان يستلم الكوره ويعمل التحولات من الدفاع للهجوم، برضه لما كان بيستلم الكوره ما بيلاقيش زوايا التمرير، لان الباكات او الاطراف بتاعت الزمالك مقفول عليها سواء زيزو او احداد. وكنا بنشوف كتير جدا 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 ان زيزو بينزل لحد نص الملعب او لحد دايره نص الملعب علشان يستلم كوره وعلشان ياخد الكوره من لعيبه نص الملعب ويبتدي هو الهجمه. دي حاجه ضعفت من الزمالك، دي حاجه قللت من الزمالك، مش قللت منه كقيمات، لا قللت منه من ارض الملعب، لو مش عارف يفتح الملعب، مش عارف يقدم حاجه في ارض الملعب. دي حاجه كانت مخليه شكل الزمالك الشوط الاول سيء، هو مستحوذ كل حاجه بس ما وصلش لجول بيراميدز. بيراميدز وصل في الشوط الاول مرتين لجولك، المره الاولى جه جون بس اتحسب الانداع التسلل، والمره الثانيه جت في العرضه من طارق طه في الفاول في اخر الشوط الاول. مباراه هي في الشوط الاول كلها كانت بتتلعب نوعا ما في نص الملعب، المباراه كلها كانت بتتلعب في نص الملعب، لان بيراميدز كان لما بيستلم الكوره كان الزمالك بيضغط عليه وبيستخلص منه الكوره. ده حاجه برده كانت مميزه في الزمالك، ان الزمالك النهارده ما كانش مثلا اداء كله سلبي، لا كان في نقط لمحات كده بسيطه تبين الزمالك ممكن يبقى عنده شويه فكره في المباراه اللي جايه. الزمالك لما كان بيضغط على الخصم حامل الكوره كان بيقدر يستخلص منه الكوره. شفنا شوط اول ساسي بيقدم مباراه كبيره قوي، شفنا ساسي بيقدم مباراه من ايام جروس، لاعب اللي بيستلم، اللي بيرفع الكوره، اللي بيلم لاعب، اللي بيلم التاني، بيطلع سرعات من رجله كويسه جدا سواء على الارض او عاليه، بيقدر يستخلص الكوره من الخصم بدون فاول. كنا شايفين نار طارق النهارده، شفنا في فرجاني ساسي شكل مغير، فرجاني ساسي ما شفناهوش بالاداء ده من ساعه جروس، من بعد اصابه مباراه حسنيت اغادير ما شفناش المستوى ده من فرجاني ساسي. وجنبه طارق حامد جنبه ده خارج التقييم، لا حرفيا خارج التقييم، مش انا اللي اجي اقيم طارق حامد،
مش انا اللي هاجي اقيم طارق حامد. طارق حامد استخلاص بالكوره، كرة طويله مظبوطه، بسطها عرض مميزه، بدل الهجمه وبينزل يستلم الكوره من الاثنين مدافعين عشان يبدا الهجمه بامتياز. طارق حامد بيقدم اداء عظيم. طارق حامد بيقدم مواسم من افضل المواسم في التاريخ للاعب نص ملعب للزمالك. طارق حامد حفر اسمه من ذهب في تاريخ نادي الزمالك. بيقدم مباريات عاليه قوي، بيقدم اداء عالي قوي 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 لطارق حامد. شابوه طارق حامد النهارده وشابوه فيرجيني سيس اللي عليه علامه استفهام هيجي لها شويه كده. هيجي لها علامه استفهام شويه كده. لكن الزمالك بيخرج الاول 0-0. تعادل 0-0. بس مفيش لمحه او مفيش حاجه او الزمالك بيقدم حاجه يدينا ان احنا نشوف ان هو يعمل حاجه الشوط الثاني. خالص. انا كنت منتظر في بدايه الشوط الثاني تسحب حميد احداد وقدامك ثلاث اختيارات. بالترتيب، ثلاث اختيارات بالترتيب. اول اختيار تنزل اوباما، تنزل اوباما كصانع العاب وتطرف بن شرقي مكانه وسيسو مكانه، دي اول حاجه. تاني حاجه تنزل اوناجما مكان احداد وتغييره مركز بمركز وعاديه جدا. تالت حاجه واللي انت عملتها اللي انت نزلت شيكابالا. نزول شيكابالا في صانع العاب نوعا ما بينقص من قوته، اللي انت بتخلي شيكابالا يرجع يدافع مع ثنائي نص الملعب، ودي مش حاجه، مش يعني شيكابالا بدنيا مش يقدر يعملها، فانت بتضعف شيكابالا بدنيا، فشيكابالا مش بيقدر يلعب في المركز ده. عملت تغييره اولى خاطئه جدا 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 من ليل الصبح. سحبت زيزو ونزلت شيكابالا. سحبت اللاعب اللي مع بن شرقي ممكن يدي لك حل. شوطه من بره المنطقه اوفر لمصطفى محمد. اي حاجه فاول ضربه جزاء يقدر يعمل لك كذا حل. زيزو. سحبت زيزو دي ضعفت من قوه الزمالك اكتر، يعني انت سحبت زيزو نزلت شيكابالا، شيكابالا بيلعب في مركز بينقص من قوه الزمالك وبينقص من قوته البدنيه، وخرجت زيزو اللي بيدي لك حلول وسايب حميد احداد في الملعب. ليه مش فاهم؟ يعني حد يقنعني، حد يقنعني في الكومنتس يقول لي حميد احداد يستاهل يلعب اساسي او يستاهل يلعب في الزمالك. حميد احداد في السنتين اللي جه لعب فيهم في الزمالك ما قدمش حاجه، مش شايف اي ملامح، ممكن عشان مش بيلعب في مركزه. كنا شايفينه في الرياض بيعمل شغل عالي جدا. لكن في الزمالك مش في مركزه. كنت المفروض اول تغييره ليك تسحب حميد احداد وتنزل لو نجم لا ممكن تنزل شيكابالا برضه، المهم تسحب حميد احداد. ما كنتش تخليه في الملعب. خرجت حميد احداد نزلت شيكابالا، بعد ما نزلت شيكابالا انت لبست جون. جون وجون جه كده، جون حوكشه، جون استروبيا، نزلت تك خبط في رجلي دخل الجون تمام مفيش مشكله، جون قدرت ترجع في المباراه، بس قدرت ترجع في المباراه لما صححت خطأك. لما سحبت بقى حميد احداد ونزلت ونجم هنا بان الفرق. بان فرق كواليتي لاعب من كواليتي لاعب تاني. ونجم نزل حرك لك الفريق، حرك فريق هجوميه. بان ونجم النهارده كوره وسرو اسيست، بان النهارده ونجم نزل حرك الفريق وكوره انفراد. يعني معصبه لحد دلوقتي، انت يا معلم واخد الكوره انفراد من قبل نص الملعب. عملت كل حاجه، طولت الكره قدامك، جريت، مفيش مدافع مضايقك، مفيش اي حاجه. قدامك خيارات عديده وعديده وعديده وعديده. تاخد شريف اكرامي لجوه. تاخده لبره وتاخد ضربه جزاء. تعملها تشيب باص. قبل ما توصل اصلا لشريف اكرامي تشوط، قدامك كذا حل، لكن انت اخترت الحل الغريب. كنت قاعد مع اصحابي بتكلم في الكوره دي بقول لهم ان انا اكنك بتجري باللعب في بلاي ستيشن كده، بتجري مثلا وعمال تبص على الخريطه عشان تشوف اللاعب الناحيه الثانيه تلعبها له، ونسيت ان انت معاك الكوره ورحت والحارس خدها منك. هو حرفيا ونجم نسي يشوط، زرار الشوطه عنده كان بايظ تقريبا، وضاع الجون اللي كان ممكن يكسبك المباراه اللي ممكن ياخد منك 3 بوينت في المباراه اللي فاتت قدام مقاولين العرب. قلت الزمالك يا ريت يخرج المباراه دي من المباراتين الجايين البيراميدز والاهلي ب4 بوينت. بالاداء اللي شفته قدام مقاولين العرب والاداء اللي شفته قدام بيراميدز ما يبشرش بالخير ان انت تقدر تكسب الاهلي في الديربي. عندك مباراه قدام جازيلي تشادي قبل مباراه الديربي ب 23 اللي جاي، تلعب هنا في مصر مش هتسافر، تلعب هنا في مصر ماتشين، مباراه الديربي يوم 28. انا من وجهه نظري كمصطفى مباراه الديربي ربنا يستر ما نخسرش فرق كبير، بس مباراه الديربي ما نخسرش فرق كبير يا ريت. انا خلاص مقتنع ان انا اخش الديربي قدام الاهلي مش هطلع بثلاثه بوينت الا اذا حصل حاجه عكس اللي انا بتكلم فيها، ان اللعيبه فائد، باتشيكو ابتدى يفكر صح. واحد يجي يقول لي طب يا معلم انت مستني ايه؟ طب ما تمشي باتشيكو. هقول لك حاجتين. اول حاجه انت لسه في اول الموسم
لسه في اول الموسم ولسه ده تاني ماتش في الموسم. وباتشيكو اول مره يمسك الزمالك من بدايه الموسم. هو جه فتره صعبه قدر يوصل للبيج فاينل وقدر يلعب مباراه فاينل كويسه، لكن لسه دي بدايه موسم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت لو مشيت باتشيكو هتيجي تقول لي بقى نجري مثلا نجيب رامون دياز، نجيب مدرب الفلاني، نجيب مدرب الاعلاني. هقول لك حاجه صغيره قوي 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 قوي. الزمالك ايام مرتضى منصور كان في فلوس في النادي يقدر يجيب اي مدرب في اي وقت صراحه. الزمالك حاليا في الوقت الحالي الزمالك بيقدر يعني بيحاول يوفر مستحقات ومقدمات عقود اللعيبه اللي عايزه تجدد بالعافيه. فانت مش في حال ان انت تمشي باتشيكو وتجيب مدرب كبير. لو مشيت باتشيكو هتعتمد على حاجتين، يا اما هتجيب مدرب مصري وده ما رجحوش لان مفيش مدرب مصري يستحق يمسك الزمالك حاليا ولا من ابناء النادي ولا بره ابناء النادي. والحاجه الثانيه هتروح تجيب مدرب اجنبي نص لبه ويجي يخبط في الزمالك ماتش والتاني وتمشيه، ويجي يخبط يجيب مدرب تاني يخبط في الزمالك ماتش والتاني وتمشيه، ويخش في دوامه مدربين ودوامه تخسرك الدوري من بدري بدري. لسه تاني مباراه معاك 4 بونت، عندك المباراه الجايه قدام الاهلي. اتمنى من كل قلبي نخرج ب3 بونت، ولكن يا ريت لو ما خرجناش ب3 بونت نخرج بنقطه. يا ريت، اتمنى بصراحه. مباراة الزمالك قدمها النهارده قدام بيراميدز مش عجباني، وقبليها مباراة المقاولين برضو الأداء ما كانش عاجبني وما كنتش مقتنع بالفريق. فهل الزمالك مباراة تشادي فريق تشادي غزال أو غزالة تشادي والأهلي يغير الفكر يتغير؟ الله أعلم. طب هل في لعيبة ممكن هي اللي تفرق في الأداء زي أوباما زي عبد الله جمعة يفرقوا في الأداء الفريق؟ الله أعلم برضو. اللعيبة لسه ما رجعتش، لسه سامعين ان عبد الله جمعه خلاص سلبيه، مسحته جت سلبيه وخلاص هيرجع التمرينات. فريت لو اللعيبه دي هتفيد تبدا بيها الماتشات الجايه، تبدا تجهز اللعيبه دي الماتشات الجايه. عبد الله جمعه يتجهز في مباراه تشاد، اوباما يتجهز في مباراه تشاد برده قبل مباراه الاهلي. الاهلي هيجي لك من سفر، خلي بالك الاهلي هيجي لك من سفر. الاهلي هيلعب 23 برده، هيجي لك من النيجر على الاقل يوم 24، هيبقى عنده 25 26 27 28 4 ايام، 3 ايام هيلعب هيتمرن فيهم والرابع هيلعب بيه. فانت خلي بالك من الحته دي كويس جدا، ان الاهلي جاي لك من سفر وانت تبقى مريح هنا في مصر. فانا اتمنى من كل قلب، انا مش بنتقد نقد اللي انا بهد الفريق، انا عايز الفريق اشوفه احسن. في لعيبه في الملعب مش كويسه، لعيبه في الملعب مش مقنعه لحد دلوقتي زي محمود علاء، مستواه في النازل جدا جدا جدا. بن شرقي غريب بقى له ماتشين غريب، مش بن شرقي اللي متعود عليه. مصطفى محمد بعيد نوعا ما. زيزو مباراه النهارده ما قدمش مباراه كويسه على عكس المباراه اللي فاتت. الزمالك اللامع او الفريق الحاجه اللي لامعه وباينه في الزمالك هم محمود الونش وطارق حامد وفرجاني ساسي وابو جبل وفتوح. يا ريت مباراه شباب برده مجهز حمزه المصلوس للدرب، عشان حازم ده انا مرميه في الزباله، مرميه في الزباله. احمد عيد والله لو لعب مكانه هيفيد، لو احمد عيد مش منتخب الشباب ولعب مكانه والله هيفيد. بس هارد لك لينا. انا بصراحه مش مقتنع بالتعادل، كان نفسي ناخد 3 بونت من بيراميدز على الاقل نخش مباراه الاهلي معانا 3 بونت بمعنويات مرتفعه. ما اتمناش تعادل ده يعمل مشاكل في الفريق او يعمل خلخله في الفريق، ما اتمناش كل ده. اتمنى التعادل ده يفوق الفريق، يفوق اللعيبه، يفوق المدرب، يخليه يفكر اكتر ويفكر صح في مباراه الاهلي. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه الزمالك وبيراميدز اللي للاسف اتعادلنا فيها. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك للديربي القادم في الدوري المصري، مين هيفوز فيه الاهلي ولا الزمالك؟ ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل اكتر عدد من الناس، ولو اول مره تشوف نعمل اشتراك وسبسكرايب في قناه فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك تويتر على تويتر. واتكلم معاكم مصطفى في الحلقه الجايه. سلام.